ارمي. لا يا بابا، لا يا بابا والنبي. ارميك في الماء يا حسان يا ابن بناء. لا والنبي يا بابا. ارميه لك يلا. ارميه يا بابا والنبي. وادي توفيق. يلا هوب. الله يا مناع، انت اللي معلمهم الشجاوة. يلا خد اخوك كرة. حلوك الحجن يا جدو، وجدو هيعمل لك ايه؟ كنت معاهم يا راجل ولا كبرت خلاص وعجزت؟ ده كان زميل ابو هيف في المنتخب القومي. انت بتتمسخر على ابوي؟ ما عاش ولا كان يتمسخر على ابوك. ايه القمر اللي انا متجوزه ده؟ يا عسل تيل عسلات يا مرات مناع حسان. انا هروح انزل الميه احسن. يا بختك يا ميه. اهلا يا باشا. حقيقه يا مناع بيه، سمعتك وشعبيتك الكبيره في سوهاج هي اللي خلتنا نختارك تمثل الحزب بتاعنا في الدوره البرلمانيه الجديده. يا باشا انا مقدر تماما ترشيحكم، وعارف ان النجاح معاكم مضمون. الاحزاب المنافسه اختارت اللي يمثلوهم، وكلهم تقريبا رجال اعمال وانت عارفهم، لكن احنا واثقين انك اقوى منهم كلهم، لان مشاريعك في سوهاج كلها لخدمه الناس. يا باشا دول اهلي وناسي، ان كانش الواحد مننا يخدم اهله وناسه امال يخدم مين؟ اتفضل يا مناع بيه، امضى على استمارات الترشيح، وانا وعدك ان الحزب هيوقف وراك بكل قوه عشان نضمن كرسي في البرلمان. بشرف لينا يا باشا، وادي ايه امضتي. بس يا رب الانتخابات ما تعطلني عن شغلي. وجودك في البرلمان هيديك حصان ويخليك تحمي مشروعاتك وتكبرها اكتر واكتر. يا باشا حصانه الحقيقيه في حب الناس، ربك بيسبب الاسباب، ربنا يجعلنا سبب لرزقهم وفتح بيوتهم. وعشان كده احنا اخترناك
عشان ما يقولوش علينا يا مناع بيه بنزوره في الانتخابات. ما تقلقش يا باشا، اطمن. الحمد لله كده ضمننا كرسي في البرلمان. بعدين في الغبي ده بيبكي ويضحك ملو عيون شفايف، خايف مرة أحب وعارف بعدين ليه أنا قلبي خايف، شفت الحب بيبكي ويضحك ملو عيون شفايف، بس لو ألاقي اللي أحب واللي قلبي ترتاح روحي جنبه. يا مناع يا مجنون كده عايز تسبقني؟ لبيك لبيك يا نور العيون. كده بتسبقني؟ فينا من الحركات دي؟ انا جبت لك الفيلا دي عشان تدخليها قبلي واشيلك على خفوف الراحه كمان. اخسر عليك، ده انا ابوي سعيدي والله تخ. ده انا طخ ابو اللي جاب ابوه. طب ايه رايك ادخل بك كده عشان اغيظه واعرفه انك اهم واحده عندي؟ مفيش غيرك انت يا حبيبي. ما بلاش الكلام الحنين ده، الاحسن يمين بالله اخدك ونطلع من الباب الوراني، لا يهمني امك ولا ابوك ولا العيال. ها حملني يا ولد حسان، قلت لك حزن ابوي حتى في الصيد كلك رجه وحنان، مالكيش حل. اخدك من الباب الوراني بلا عيال بلا خوته. اهدى جبل جبل. حشيشه زينه بس ناشفه شويه. ابوك الله يرحمه مات بحصته على اول زرعه بوظتاله، وبقالك سنين بتبوظ في الطبخة وعمرك ما طلعت حشيشة زينة زي بتاعت زمان. لسه عندي حشيش من القديم، خدها حطها جنب بتاعتك عشان تعرف الفرق. ما هباينة زي الشمس يا مغاوري، دي طرية وزي الملبن ومزيتة، ودي مقشفة زي رجل ركاب المعفنة. شم دي حشيش دي ولا مش حشيش؟ والنتيجة يا ولد اخوي، النتيجة ايه؟ هنبوها برخص التراب وما بجيبش همها. ما تستنصحوش علي، قلت لكم اللي يعرف يعمل فيكم حاجة يعملها، بلمتم. اه يا مين يقدر يطلع لنا السر من بطن حسان؟ تنوفر علينا ملايين ضاعت علينا كل سنة. قول يا مين ينولنا راس مناع. اسمع يا كبير، أنا مش ندمان إني خلفت كبيري حسان وتبعتكم. أقول لك حاجة، أنا بقيت نفر منكم خلاص، وولدي بقي جوز أختك وخلف منها، يعز علي أخدهم ونعاود لعيلتي. جرار كيه مغاوري، حددني إياك، عايز تمشي امشي، لو جودك بيزودنا ولا غيابك بينقصنا. سامع ذياب قلة حياة. انت كمان يا مغاوري شايفه زمقان ومتضايق وجاي تزود همه، هيعمل لك ايه يعني؟ عيب، انا زي ابوه. انا ابوي مات، ابوي مات وفاتني كبير، ولا يحاول يكبر علي ادفنه بالحياه في ارض عيلتنا. خلص الكلام. خد يا مغاوري طر على قلبك. يا ابوي يا ابوي البت سلمى ضربتني. ولا كمان هضربك بالجزمه القديمه، كيف تخلي بنتي تضربك؟
اتكسح من هنا. خلاص خلاص روح يا حبيبي العب مع العيال بره. روح ايه يا همام، ارمي دي ارمي دي، احنا العيال بيلعبوا مع بعض في ايه؟ يعني بيت شاهين تكسر شوكة ولدي؟ انت يا زينة، انت يا حبابة، انت يا نيلة. ايه يا همام في ايه؟ مالك مش طايقني ولا طايق جوزي ولا طايق عيالي كده ليه؟ لو بنتك المجرودة دي ضربت ولدي بعد كده قسما بالله لكون قطع لها ايدها. طب ايه يا همام، هتعمل عدلك بعد العيال ولا ايه؟ خليك في حالك يا شاهين، مش لادت عليك الحديد ده. على قول ابوك خد مرتك وعيالك وانكشهم لهنا. يلا يا بيت ابويا يا همام، وعمر ما سيبولك ترمحتيك وجميلك. هتقلي ادبك عليا يا جلت الحرام. اضرب مرتي دي يا همام واضربك انت كمان. والله العظيم والله يا عظيم لو يدك اتمدت على سلاحك يا شاهين لكون مفرغ طبانجتي فيك. لا فاهم ولا لا؟ لا لا اسلت اسلت يا همام، ماشي طالما عملتش اعتبار لحد بيتنا. ماشي يا همام شاهين، هات مرتك وعيالك وخلقاتك ويلا بينا. كفايه مسخره وقله حياه. يلا هيا هيا مغاور مغاوري. يلا المركب اللي تودي. لا حول ولا قوه الا بالله. منك لله يا همام يا اخويا، حسبي الله ونعم الوكيل انت ومرتك. خلاص يا همام هنفوت عليك مخدرة. مش هفوت لك حاجة يا أخويا، إيش أدي يما سمعاني، أخويا طردني من بيتي. اقفلي خشمك يا زينة وحقك هيوصلك لحد عندك. شاهين هنروح قدامك على البيت. إيش أدو يا ناس، إيش أدو يا خالق، إيش أدو عيلة البندرية، أخويا كبيركم طردني من بيت أبويا بخنقاتي. بس بيت بس الكتمة فضحتنا ولميت علينا الناس. بتفضحيني يا زينة، بتفضحيني قدام الخلق. طب ما لكيش حاجة عندي، ورثي كله راح في الحشيش البايظ. من يوم ما بقيت كبير يا همام ما شفناش خير، يا ريتك قعدت صغير بدل الفجر اللي حل علينا. تغلط في كبيرك يا شوقي. طب يمين بالله لكل مجوعك ومجوع عيالك، يلا غوروا من هنا، انقشها من هنا. يلا يا فوجة ولا ايه؟ خلاص يلا غوروا، كل واحد يشوف مصالحه. احنا متفقين نتلكك شاهين وطردوه، مش اتحادي عيلتك كمان. ما انت شايف عمال شوقي محروقين محروقين يا ولد اخوي، بقالهم سنين بيزرع ويقلع وما شافوش ولا مليم. وانا اعمل لهم ايه؟ السنه دي جبت لهم طبق حشيش من الصمتة، وادي النتيجه طلعت حشيشه زي الجبس. انا شرطت عليه لو باظت هيتحمل ثمنها، هجيبه هوريه نتيجة اللي هو عمله، يا إما يتحمل تمن الحشيش يا إما هعلي الحرب عليهم كلهم. أنا تعبت تعبت يا عمي، محدش عارف إن كان نحسم لازمنا ولا غباوة مننا. خايف الفلوس اللي حوشناها العمر كله تضيع ونموت من الجوع. إن لله مناع هو سبب كل بلاوينا. لا يا عمي مناع له، مناع عمره ما خاني، لو كنت قدرت اعترف فيه كانش عز عليا سر الطبخ. مناع ضحك عليك وعلينا كلنا، والخواجه كان عارف نيته لما لقيه مخبي سر الطبخه ومش عايز يعلم لحد. ويا ما عرف ان الخواجه عايز يعلمني سر الطبخه بدل الحشيش بالحنه ووقع بينا وخلاك تقتله عشان يفضل سر الطبخه معاه هو وبس. وهو لو كان نيته شر كان بطل حشيش وخلى عيلته تبطل زرعته. وهو كان عارف ان احنا هنحتاسه من غيره عشان يجبرنا نمشي طوع امره، وادي النتيجه كل سنه المحصول بيبوظ. والعمل ايه يا عم دلوقتي؟ رجاله العيله بيسرقوا من غطار مناع الجديده واكلهم. حسان اشتكالي بعد ما مسك كام نفر من عندنا. خلاص عيله البندريه هتقلبوا حراميه. وفيها ايه يعني؟ يا ما حسان يهملهم ياخدوا اللي هم عايزينه، ما عنده اكتر من 100 فدان، مش حكايه يعني لو سرقوا محصول فدان ولا فدانين لا هيزودوا ولا هينقصوا. وهبتنا يا عمي، هبتنا تروح فين؟ بعد ما كنا اسياد النجع كله كان خيرنا عليهم. يبقى خلاص يا ولد اخوي تسمع كلامي ونبيعوا محصول الحشيش اخضر لعيله عمران زي ما طلبوا مننا، ويطبخوه هم وياخدوا الطاقة عشرة؟ على الأقل ترضي عيلتك ويلاقوا فلوس يعيشوا منيها بدل ما يتقلبوا كلهم حرامية زي ما بتقول. حاضر يا عمي هنبيع نص المحصول أخضر
كويس كده؟ يا والد اخوي، وليه ما نبيعوه كله؟ نخلوا النص ليه؟ ونوجعوا نفسينا في تجارب عفشه ملهاش معنى. لا يا عمي، انا ما استسلمش ابدا. مناع مش اذكى مني ولا اشطر مني. انا هعمل مستحيل عشان اوصل لسر الطبخه واعوض عيلتي عن كل اللي فات. السلام عليكم يا رجاله. سلام ورحمه الله وبركاته. اهلا يا ولد عمي. اهلا اهلا يا منبريه. اهلا وسهلا. اهلا بيكم. مبروك عليك المحصول يا كبير. والله فلحت يا سي حسان، وعيلتك كلها فلحت وراك. اصل الكبير الزين بيوصل اهله للخير. ما قالكم كتير بتزرعوا في المخدرات وما سمعتوش كلامي؟ خدتوا ايه؟ هو بيدنا يا كبير، ما انت راسي على الحكايه. كيف بيمشينا كبرنا بنمشي وما نقدرش نخالفه. عارف، عارف ان ذنب كل عيله في رقبه كبيرها. والعيله اللي ربنا يحبها يرزقها بكبير زين، واللي غضبان عليها يرزقها بهمام. عيب عليك يا شوقي، دين كبرنا في غيابه. انا قلتها في وشه ولا همني؟ ما الراجل اللي يزعط اخته وجوزها وياكل حقهم ما نسلمش من اذاه. همام زعط شاهين واد مغاوري وزينه؟ ايوه قدامنا كلنا، وزينه تبكي وتنوح. عموما زينه متجوزه واحد اصله مننا، واحنا مش هنفرد في لحمنا. واحنا حالنا بقى عدم يا كبير. المبسوطين في العيله قادرين يشتروا اللي يحتاجوه، والغلابه يسرقوا اللي ياكلوه. يرضي ربنا ده. والسرقه كمان ما ترضيش ربنا، لكن الشغل والعرق بالحلال في الارض هو ده اللي يكفيكم. وانا فاتح دراعاتي ليكم، انزلوا اشتغلوا مع الناس وكلوا من عرق جبنكم. احنا في دلوك يا كبير النجع. الخير كتير والحمد لله. انزلوا انزلوا مع اخواتكم، يلا اشتغلوا. ها يلا يلا يا رجاله انزلوا. قلت لكم عمرنا ما هنهون على كبير النجع. واد يا بكري انت. انا نعمين يا كبير نعمين. خد شويه القمح وحطه على حمار، وحطه قدام بيت عمك مغاوري من غير ما حد يشوفك، فاهم؟ حاضر. يلا لا حول ولا قوة إلا بالله. Thank you.
النفسي ده؟ كل حد شافني هتبقى فضيحة، أستاهل عليها القتل. أعمل إيه؟ أنا هدفع للزرع أستر نفسي وأستر خلقاتي. لكن يا صيبة يا لهوي يا لهوي. يا مرك يا نسمة يا مرك يا مرك. اسمع، راحت فين البت دي؟ تحتيش انت يا بت. شوف البت ده حتى ما غسلتش الخضار. دي مصيبه. انت يا بت يا نسمي. ايوه يا اما جايالك طالعلك اهو. صوتها جاي من الناحيه دي. انت يا بت. ايوه بتعمل ايه عندك يا بت؟ وايه اللي مغرق هدومك كده؟ اسكتي اسكتي يما. مش كنت هغرق في المسجد؟ بغسل الخضار وجع مني، مديت يدي علشان اجيبه، انقلبت زرع بصل في المسجد، كنت هموت، ربنا سترها الحمد لله. زرع بصل يا نسمه؟ طب شوفي لك كدبه زينه عشان يصدقوها. واه انا كدابه؟ يا بت هو في واحده توجع في مسجد مليان ميه من غير ما راسها تتبل؟ اهو اتقلبت وخلاص، ربنا رفع راسي لفوق علشان ما اشركش واموت يا خالتي. بعد الشر عليكي يا دناي. تعالي امشي بيني وبين خالتك لحد ما نوصل البيت. ايوه الاحسن يقولوا المبلوله اهي، المبلوله اهي. دمك بينضف عسل يا خالتي. امشي من سكر. حاضر. احمدي ربنا ان ما فيش حد من الرجاله شافك. كانت بقي فضيحه. الحمد لله. استري نفسك يا بنت. حاضر. يلا. السلام عليكم يا رجاله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايه اللي معاكم ده؟ ده خير كتير من ارض عمك حسان، روح خد نصيبك. كل ده من ارض عمي حسان؟ ده كتير قوي، واحنا اتفقنا معاه نشتغل في الارض وناخد حقنا. وما خفتوش من كبيركم همام؟ لا حول ولا قوه الا بالله، يعني لا يرحم ولا خلي رحمه ربنا تنزل، خليه يعمل ما بدال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سلام يا من شمتان فيك يا همام يا ولد البنداري. اكده منهم يروحهم كأن العيلة ملهاش كبير. هو ده اللي حصل يا كبير. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. اسمع يا بو، انت تروح تلف على بيوت البندارية بيت بيت، قول لهم اللي هيقبل على روحه يشتغل اجر عند عيلة حسان يبقى بيجيب العار لعيلة بنداري ويستحق القتل. خلاص يا عمي، ما بقاش فينا اخوه ولا احساس بكرامه العيله اللي بتتبهدل. سامحني يا كبير، الناس جعانه بصراحه. انا عرفت انهم كانوا رايحين يشحتهم والناس شغلوهم ودوهم عرقهم وهم الاولى يا كبير. كمان رايحين يمدوا يدهم، كيف ارفع راسي قدامهم بعد كده؟ ده كان اكرم لهم لو كانوا راحوا يسرقوا بدل ما يشحتوا. على الاقل القوي هو اللي يقدر يسرق، لكن الضعيف هو اللي يمد يده ويستنى الحسنه. روح قول لهم كبركم بيامركم، كل واحد يقعد جوا بيته وانا اتولى كل حاجتهم بدل الذل اللي حط راسنا فيه. غور بالاذن يا كبير. غور في داهيه. بعدين يا همام، وبعدين يا ولد اخوي، بقد ايه زمام العيله هيفلت من يدك وكل واحد هيمشي على هواه؟ اعمل ايه يا عمي؟ اعمل ايه؟ ما كله على يدك. انا وانت رحنا لكل العائلات اللي بيزرعوا حشيش عشان يساعدونا ويعملوا لنا طبخه جديده. ايه اللي حصل؟ محدش فيهم رضى يساعدنا، حتى عائله عمران لما شايعوا لنا واحد من عندهم. ايه اللي حصل؟ ضحك علينا وخد فلوس مننا قد كده، وفي الاخر طلعت الحشيشه حطب. الحشيشه طلعت حطب. طب بقول لك ايه، ما بلاش من الحشيش
ونزرع وافيون. اوه يا عمي، احنا مش حمل عراك مع عائلة سمان، وبعدين سوق الافيون اقل بكتير من سوق الحشيش، يعني هنزرع الزرعة وبعد كده نبقى ندلل عليها، والخالطة صعبة قوي. خلاص يبقى نحط يدنا على خدنا زي الولاية ونصبر يا محسان يبعتلنا شوالين غلة صدقة زي باقي عيلتنا. ما قلتش كده؟ آه لو قدرت أعطر على مناع كانت كل مشاكلنا تتحل. اللي أعرفه إن في سوهاج في قلب المحافظة، واللي أنا متأكد منه إن أبوه نفسه يشوفه ومش عارف يعتر فيه، يبقى أنت هتوصل له كيف؟ هسافر له، ما أنا لازم أعتر فيه بأي طريقة عشان شكلي بقى وحش قوي قوي. سامحني يا ولد أخوي، ما كنتش أعرف إن هم العيلة شغلك للدرجة دي، بس أنت متأكد إنك لو لقيت مناع هيحل شكلك؟ اللي حضر العفريت هو اللي يصرفه. يبقى تدلى معاك سوهاج وندعبسه عليه سوا. لا يا عمي ما ينفعش، دي أسرار بيني وبين صاحبي ومش ممكن يقولها قدامك، ولو جيت المشوار كله هيروح حضر. للدرجة دي مناع قاطع فيك؟ وقاطع بالنجع كله، كلمة الحق مش عايزة فصال. ربنا يعترك فيها ولد أخوي وتعرف سره وترفع راسنا كلنا. الله يخليك، سيب الفيلم ده بحبه يا مناع. ماليش في أفلام المخدرات دي، بتحرق دمي. حاجات مبالغ فيها. أنا بتعجبني قصة الحب اللي في الفيلم. ما هم لازم يحطوا لك قصة حب رومانسية عشان يبلعوكي أجواء المخدرات المجرفة دي. ما كل الأفلام اللي بنتفرج عليها كده، إيه اللي اتغير يعني؟ هذا اللي جانا من وراء أفلامك. أطلع نايم الوقت في سريره، وأنا كمان هنام، عندي شغل كتير الصبح. يصبح على خير. يا أحسان، أحسان تعالي طلعي حسان ينام في أوضته. سمي عليه. طيب أنا كمان هنام، تصبح على خير. أنت من أهل يعني. تصبح على خير. علي الصوت. أنا عايزك تقولي لي إيه قصص الحب اللي عايزة تشوفيها دي، وهتيجي إيه يعني في قصة حبنا؟ في قصة حب أبوي وأمي. أبوك وأمك؟ دي ولا تيجي ذرة في قصة حبنا، دي قصة روتينية جدا. وإيش عرفك إنها روتينية؟ ده بابا داخ على ما تجوزها. داخ؟ داخ كيف؟ صاخ يعني؟ مش ده قصدي. انا قصدي يعني ان اي حد يعرف قصتنا هيقول كيف واحده زيك بعيلتك وجمالك وشعرك الاصفر ده حب واحد يعني جاي من المجهود زي. اولا انا اللي فزت بيك لان اي واحده تتمناك. ثانيا البني ادم روح، وانت روحك واضحه وصافيه زي نقطه النقل. يا حزن ابوي واللي جابني. ايه الكلام الحلو ده؟ بتقولي شعر؟ ثالثا ايوه انا واثقه انك من اصل كبير ومن عيله كبيره كمان. وعرفت كيف يعني؟ ده الحكومه نفسها ما تعرفش عني حاجه. من طريقه حبك لولادك بتاكد انك كنت بتحب ابوك وبتحترمه قوي. اه قولي كان نفسي اشوفه عشان احس بالحب ده. لا من الحق، عرفت كيف؟ وانا في حاجه في حياتي غيرك انت والولاد؟ كل حاجه كيف يعني؟ ما وراكيش حاجه غير انك تراقبيني حبيبي. وانت معايا بتسيب نفسك على راحتها. انا كتير سمعت صوتك وانت بتحلم، وانت بتسرح، حتى كوابيسك بقيت حافظاها. يبقى مش غريب عليا اني اعرف عنك كل حاجه. وانا كمان انتوا العيال بقيتوا بالنسبه لي زي النسمه اللي بترد روحي. عارف انا مستنيه اليوم اللي يجي وتكلمني فيه بصراحه من غير ما اسالك او اضغط عليك، لما تحس ان احنا بقينا حاجه واحده. مرهان تبقيتي بالنسبه لي اكبر بكتير من انت متصوراها. معاكي بقيت مكشوف على دينا من غير خوف، وحيجي اليوم اللي هتعرفي فيه كل حاجه. بس لازم تعرفي من الصورة الجوال أبوي صورة الأب عظيم، أعظم أب في الدنيا.
وعايزك يعني لما تحكي لولادي عني تقول لهم انه كنت كيف ابو زيد الهلالي. يا حبيبي ربنا يخليك لينا وتفضل مناع حسان، اشد من ابو زيد واقوى من عنتر ابن شداد. ما قلنا بلاش الكلام الحلو ده، خلاص ذنبك على جنبك. فطار يعني؟ وفي جواب للبيت؟ اي خدمه ثانيه؟ لا يا بدوي، روح انت وقول لهم يحضروا العربيه للبيت. تحت امرك. اصحى يا باشا، اصحى يا سيدي البشوات، كفايه نوم كده يا سياده النائب. يا نورهان صباح الفل. صباح العسل يا عسل. صباح الفل. يلا الفطار جاهز. حاضر يا قشطه. اتفضل يا سيدي، دعوه المؤتمر العام. مؤتمر حزب برضك؟ انت عارف انا ماليش طغطان على الكلام اللي ملهش عايزه ده. يا حبيبي اللي عايز يكبر لازم يمشي في السكه دي، يبقى مشيها بمزاجك احسن. الو، ايوه موجود، نقول له مين؟ رئيس الحزب. وابقي فكرين اجيب لك قرفون ولا براك بري، العده اللي عندك مش عجباني. ايوه يا باشا. اهلا اهلا يا باشا. مهم جوك دي؟ هي لسه واصله يعني، بس انا كنت بفكر ما اجيش. وحضرتك اللي مرشح اسمي؟ اقول ايه؟ ان شاء الله. متشكرين يا باشا، في رعاية الله، مع السلامة. هي ايه الحكاية؟ وجع دماغ. هيقول لك يعني ان لازم شوية شهرة على شوية تلميع نجومية يعني عشان اعجب الناس. يا حبيبي بدم بتعجبني يبقى هتعجب كل الناس وهتنجح ان شاء الله. بقول لك ايه؟ تعرف شي واحد اسمه مناع حسان الحويطي؟ لا والله، ممكن تسأل عارف الهوا حبيبي. القهوة دي؟ إن شاء الله. توها اللي أنت فيها دي همام. بقول لك يا خينة، تعرف واحد اسمه مناع حسان الحويطي؟ ثانية واحدة بس. راح فين؟ ليه يا خينا انت؟ بس قهوه قال لي انت عايز اشحن على سيدي مناع بيه. ايوه انت تعرفه؟ مين انت الاول؟ انا صاحبه وحبيبه الروح بالروح. انا الراجل بتاعه شغال في المزرعه وفي البيت معاه. انت الراجل بتاعه؟ وديني ليه دلوقتي؟ انت صاحبه وحبيبه؟ يلا وديني ليه دلوقتي؟ يلا اتفضل اتفضل يا معلم. يبقى ليك الحلاوه.